بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وبشرفي ومعتقدي، وبشرفي ومعتقدي، بأن ألتزم عند مباشرتي، بأن ألتزم عند مباشرتي في منصب وزير الصناعة، في منصب وزير الصناعة، بتوجيهات السيد، بتوجيهات السيد النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري أبو مازن، النائب أحمد عبد الله عبد الجبوري أبو مازن، رئيس حزب الجماهير الوطنية، رئيس حزب الجماهير الوطنية، فيما يتعلق بشؤون إدارة الوزارة، فيما يتعلق في شؤون إدارة الوزارة، وأنفذها حرفياً، وأنفذها حرفياً، دون تردد ولن أخالفها، دون تردد ولن أخالفها، وأنا أقوم بها، وأنا أقوم بها، بكل تفاني وإخلاص، بكل تفاني وإخلاص، وألتزم بكل الشروط والتعليمات، وألتزم بكل الشروط والتعليمات، التي تم الاتفاق عليها، التي تم الاتفاق عليها، وفي حال مخالفتي لأي منها، وفي حال مخالفتي لأي منها، فإني أتحمل كافة المسؤوليات، فإني أتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على ذلك، التي تترتب على ذلك، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد.